أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى أول عدد من برنامج الصندوق الأسود والذي تشاهدونه على قناة الحياة. برنامج الصندوق الأسود يستضيف شخصيات جزائرية ليحاورهم بسطح عال من الجرأة، وستكتشفون ذلك مع أول ضيف لهذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، بدون إطالة، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. دخلت قلوب الجزائريين وبيوتهم عبر الشاشة الصغيرة، جسدت دور الأم بطريقة خيالية حتى يخيل لك بأنها حقيقة. رفضت أن تقوم بالسفر إلى بلدان عربية خاصة التي تكلمت عن الجزائر بسوء. تركت لها عبارة جارحة بعد السطو على بيتها، والكثير من الأسرار نكتشفها مع الممثلة بهية راشدي الحاضرة معي اليوم. بهية، مرحبا بك، أتشرف كثيرا بوجودك معي اليوم. شكرا أيمن، وشكرا على هذه الدعوة، ونتمنى إن شاء الله نقضي وقت ممتع، قلبنا مفتوح وصدرنا واسع وأيدينا بيضاء في هذه الحصة اللي هي تمثل صندوق أسود. إن شاء الله إن شاء الله في المستوى بإذن الله. بداية بهية راشدي، ربما يود الكثير من المتابعين أن يعرف لماذا تخلت بهية راشدي عن التعليم وتحولها إلى التمثيل، ما هي الأسباب؟ والله ذكرتها في عدة مناسبات، والسؤال هذا سألوني في عليه عدة صحفيين، لأسباب كوني كنت مسؤولة على أسرة وكنت نتقاضى في التعليم 480 دينار. ثم بعد ما شفت إعلان في سنة 69-70 في التلفزيون والإذاعة آنذاك باش يأسوا مجموعة صوتية، والمقابل في مدة التدريب فقط يتقاضى أكثر من 800 دينار، فتحولت من إلى. إذن السبب الحقيقي هو أن الراتب الشهري لم يكن كافيا لإعالة العائلة. تماما. طيب، مؤخرا غبت عن الساحة الفنية، لماذا بهية؟ والله غبت لأنه ما كانش أعمال جديدة، والحمد لله أنا راني نتابع في أعمال زميلاتي، وكل يوم يوم ليك ويوم عليك، هذه هي الدنيا. طيب، بهية راشدي، أنت الآن في برنامج الصندوق الأسود، ومن قاعدة هذا البرنامج أننا سنطرح عليك مجموعة من الأسئلة الجريئة، ربما ستصادفك هذه الأسئلة لأول مرة، هل أنت مستعدة أن تجيب عليها بكل جرأة؟ إذا كان عندي الجواب ما كانش مشكل. وإذا لم يكن الجواب؟ الله غالب، ما نقدرش هكذا يعني نجازف ما نعرفش حاجة ونقولها. وإذا طلب منك أن تجازفي، لا. هل تفعلين ذلك؟ لا أحب المجازفة أبدا. إذن أنت جاهزة في هذه الأسئلة؟ مشاهدينا الكرام، بما أن بهية راشدي موافقة على قاعدة البرنامج، نمر مباشرة إلى قسم الأسئلة الجريئة. سيدة بهية راشدي، مع أول سؤال، لماذا أقسمت بهية راشدي أن لا تسافر إلى دولة عربية؟ ما هي الأسباب؟ والله أسباب، ما نحبش لي سبلي بلدي، ما نحبش لي يتكلم على الشهداء، ما نحبش لي يتكلم على رئيسنا، ما نحبش لي يتكلم على المواطن الجزائري، ما نحبش لي يحرق العلم اللي هو رمز من رموز وطني. وشكون اللي حرقوا؟ حرقاتوا نقابة المحامين العرب. كل هذه الأشياء ما نحبش تكون أبدا، نقاوم بكل شراسة. لو قيل عني أنا ممكن نغض النظر، ولكن لما يتعلق الأمر بوطني وأبناء وطني وثوار وطني وشهداء، لا. هل يمكنك أن تخبرنا من هي هذه الدولة؟ والله كل الناس يعرفوها، ما معليش نغض النظر ونسامح، لكن ماذا بي أنا ما نكونش معهم وهما ما يكونوش معايا حتى نسمع أنهم حقيقة اعتذروا. هذاك الوقت ممكن بلك نسامح. يجوا لبلدي أنا ما نكونش معاهم، نروح لبلدهم مستحيل، نتلاقى في بلد محايد معليش، هما ما هم في بلدهم وأنا ماني في بلدي،
من ذاك التاريخ وأنا طيب مريضة. هي رشدي رفضت أن تكوني في مهرجان وهران بسبب وجود ممثلين مصريين وفنانين. هل هذا الأمر صحيح؟ صحيح. إذا نستنتج بأن هذه الدولة هي دولة مصر. والله مش غير مصر فقط. طيب بهي رشدي صرحتي بعد مهرجان قرطاج بتونس بأن هناك أسيء معاملتكم، لكن بعدها قيل بأن بهي رشدي لم تكن من ضمن المدعوين لهذا المهرجان، بماذا تردين؟ أولا أسيء للوفد الجزائري، ثانيا رحت مدعوة طبعا ورحت بفيلم، والفيلم عرض اليوم الأول وعرض اليوم الأخير، وكي تروح أنت في مهمة حامل فيلم باش يجوز في المهرجان لازم تبقى، لازم تدافع على الفيلم، لازم تحضر للبث، تحضر للمناقشة، تحضر لردود الأفعال، معناتها رحت في مهمة. كاش واحد تبحثه بلاده في مهمة ويخليها في النص ويرجع لبلده؟ مستحيل. إذا أنت تفندين هذا الكلام؟ طبعا. كنت من ضمن طبعا المدعوين. من طبعا. طيب. من المدعوين، وحتى وزارة الثقافة كان من قبل وزارة الثقافة طبعا. كان طيب. في عمل مشترك جزائري تونسي، وبالتالي كان لازم نحضر من بداية المهرجان إلى آخر يوم من المهرجان. طيب بهي رشدي دائما ما تتقمصين دور الأم في جل أعمالك، لكن أيضا هناك من يقول بأن بهي رشدي تضعه كشرط من أجل التمثيل وإلا سترفض، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. أنا قمت بعدة أدوار غير دور الأم، مع أنه أجمل أدوار في حياتي وفي حياة أي امرأة، هو حتى المرأة اللي في البيت أجمل دور تقوم به هي لما تكون أم. فقمت بأدوار أخرى غير دور، غير شخصية الأم، والحمد لله نلت عليها جوائز كبيرة. طيب بهي رشدي أديت أكثر من 18 فيلما قصير مجانا، أصدقيني القول أنت قلت مجانا، لكن هل تم سرقة أموالك أو بصورة أخرى أكل عرق جبينك؟ والله صحيح خدمت أكثر من فيلم بالمجان حقيقة، وهذا شيء شرفني، وأنا دائما نساعد الشباب والشابات أيضا، وبالعكس بالعكس حتى فيه مخرجين اللي مثلا ما عندهمش ميزانية كبيرة خدمت معهم بطل بلا ما ناخذ حتى شيء. لما عمري في حياتي ابني يقول لي باش نحس أنه هذاك المخرج راه في حاجة ماسة إلى المادة وما يقدرش يسير الأمور كما ينبغي، نخدم وفي آخر يوم من العمل نقول له خلي الكاشي ديالي خليه عندك نهديه لك. أما مع شباب خدمت نعم بالمجان وكنت سعيدة جدا. الشطر الثاني من السؤال فضلك. ربما أكل عرق جبينك ولم يدفع لك حقك فيه. نعم صحيح صحيح، ليومنا كاين بعض الناس ننسلوهم دراهم، مش غير مش أنا وحدي. كم تبلغ؟ تقريبا نقول لك الواحد عندي تقريبا 45 مليون سنتيم ليومنا، ما خلصناش سمحه الله. على كل حال الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، حقك عمره ما يضيع يا ابني الحمد لله. طيب بهي رشدي لماذا انسحبت من تمثيل فيلم بعدما طلب منك تأدية دور الزوجة مع زوجها وإطفاء نور الغرفة مع أنه مشهد تمثيلي؟ مش إطفاء النور، في سرير، يعني نكون في سرير مع ممثل. إذا طلب منك أن تكون في مشهد مع ممثل على فراش النوم لكنك رفضت. نعم رفضت لأنه مستحيل المجتمع نتاعنا، أنا بالذات ما نقبلش لا المجتمع ولا احنا. شوفوا احنا نمتاز بالممثل الجزائري، يمتاز بخصال حميدة جدا، طبيعته وطبيعة المجتمع نتاعه والبيئة اللي يعيش فيها ما تسمحلوش أنه يعني يفوت حدوده، مستحيل. أنت تشوف المشهد بهية مع ممثل في فراش واحد ومتغطين بزورة واحدة ورقدين في فراش واحد، مستحيل نسمح لنفسي، مستحيل.
دور واحد كان فيه الممثل المريض، وقلت له المخرج له يعني ندير كيما شفتي ما تدير مع بابا كي كان مريض يكون أحسن، يكون نعم. المشهد أجمل. نعم طيب. والحمد لله كان يقال أن بهية راشدي لا تحب التمثيل مع الأجانب، هل هذا صحيح؟ لا نعم بالعكس. أو لا؟ لا أبدا بالعكس لا. نحب. بهية راشدي لماذا لم تعطى لك فرصة تمثيل دور مجاهدة وأنت التي كنت تحلمين بهذا الدور؟ والله لحد الآن ما زال ما شفناش مخرج دار فيلم حول مجاهدة أو حول شهيدة. إذن لم يقدم لك هذا؟ لأنه ما فيش عمل، ما كانش نص يحكي على مجاهدة أو الشهيدة أو ما كانش. أنا ليومنا ما زال ما شفتش فيلم سينمائي ولا تلفزيوني يحكي على بطلة من بطلات الجزائر. طيب لماذا تعتبرين أنت أن التمثيل في هذا الوقت مبالغ فيه من أي جانب؟ من بعض الممثلات، لأنهم ما يعتمدوش على أداء الدور، تعتمد على جمالها وعلى لباسها وعلى السيارة الفخمة اللي تسوقها. إذن أنت ضد إبراز مفاتن المرأة في التمثيل؟ المفاتن كاين حدود معليش تكون جميلة ولكن تكون عندها سكيفا فيك سا بوتي، فهمت؟ طيب بهية راشدي الحمد لله أنا ماشي بنت اليوم، هذه عبارة أطلقتها أنت، بماذا كنت أو ماذا كنت تقصدين بها؟ لا مش هكذا، قلت الحمد لله أني مانيش من جيل هذا اليوم. إذن بهية راشدي لا تحب هذا الجيل؟ لا أبدا لا حبيبي، لا 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 ما تقولش هذا الكلام، أنت وليدي وهذا الناس كامل شباب. قلت الحمد لله مع الكاركتير اللي عندي، العقلية اللي عندي، الحمد لله أني مانيش من هذا الجيل، لأنه هذا الجيل عايش في عالم آخر لما يناسبنيش. طيب بهية راشدي، ولا أخلاقي. طيب بهية راشدي يقال أنك تصدقت بكل أموالك، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ربما هي أموال مشكوك في أمرها، بماذا ترد؟ أولا عمره ما كان عندي أموال يا ابني، عندي شهريتي، عندي الكاشي اللي نديه ساعة على ساعة مرة في العامين ثلاث سنين، والكاشي ديالي عمره ما فات يعني الراتب نتاع بنات اليوم بصراحة. الحمد لله الحمد لله عمره ما كان عندي أموال وليدي، كان أنا امرأة بسيطة وعمري ما نشرت ناخذ أنكاشي اللي فوق طاقة المخرج ولا المنتج. طيب أستاذة بهية، تركت لك عبارة ببيتك بعد السطو عليه أن هذا عقاب من الله، ماذا كان يقصد بهذه العبارة؟ والله هل تمتلك بهية راشدي أعداء ربما يفكرون في الثأر منها؟ لا أنا ما عنديش أعداء والحمد لله. ثم هذا الإنسان اللي يتجرأ يسرق هو ما يعاقبوش ربي، والمسروق يعاقبه ربي. لكنك أطلب منك تفسير هذه العبارة، كيف فهمتيها؟ حبيبي الإنسان اللي يسرق يا ترى أنت تخضع ليه؟ أنت يجيك منه وش يجيك من إنسان سارق اللي ارتكب جريمة السرقة؟ معناتها هذا الإنسان يقدر يقول أي شيء وفي أي شخص، دونك إذا كلامه لا يهمني. طيب أستاذة بهية راشدي، ماذا يعني لك وسام الاستحقاق الذي قدم لك من طرف رئيس الجمهورية؟ والله يعني لي كل شيء، ياريت نوصل لواحد الدرجة ونعرف وش معنى وسام الاستحقاق، وهو أعلى وسام، أعلى درجة، أعلى يعني هدية تهدى لك. والشيء الجميل في هذا أنه سلم لك شخصيا من طرف رئيس الجمهورية. تماما، من السيد عبد المجيد تبون، وأنا كنت سعيدة جدا ومبسوطة والحمد لله. نتمنى هذه اللحظات اللي يعيشها الفنان تجوز على كل الفنانين اللي يستحقوا. طيب أستاذة بهية راشدي، تكلمت فيما سبق أنك لا تحبين أي شخص مهما كان أو كانت منزلته أن يقلل من احترام شخص آخر. طبعا. لماذا فهم كلامك على أنه رسالة لأحد الممثلات الجزائريات؟ سأتجنب ذكر اسمها لكي لا أزيد الطينة. قول لا حبيبي، قول شكون هي الممثلة؟ مونيا بن فغو. نعم نعم. أولا أنا السيدة مونيا عملت معها ونعرفها أنها إنسانة مهذبة وبنت عائلة، جيراني في حي واحد.
مستحيل. ثم حتى إذا كان ما هيش جارتي وما هيش صديقتي وما ما خدمتش معاها، بأي حق نتكلم على فنانة أو فنان؟ إذا كان أنا الكبيرة نسيء للطفلة الصغيرة، كيفاش هي راح تشوف مكانها في المستقبل؟ عمري ما أسأت لإنسان أبداً، عمري. إذن الأستاذة باهية راشدي تفند هذه. اسمح لي. نعم تفضلي. حبيبي تفضلي. أنا جاء صحفي في مناسبة قال لي رأيك في الناس اللي تتكلم في الناس بالسوء، هذه هي. قلت له الناس اللي يتكلموا بالسوء، معنى شوف كل إنسان يتكلم بالسوء على إنسان آخر إما غيرة وإما يتمنى يكون مكانه، ثم نخلي هذا وذاك من باب الاحترام والأدب والتربية. ما عندناش حق، شكون اللي كامل؟ الكمال لله. مهما راعينا شعور الآخرين وشعورك وتربيتك تبقى دائما ناقص، تبقى ناقص سبحان الله. طيب بأي حق نتكلم على بعضنا بعض؟ شوف يا وليدي الشتيمة ليست من شيم المؤمن أبدا. نعم بهية راشدي، دائما ما كنت ترفضين فكرة الطلاق تعدد الزوجات، لكنك بالمقابل طلبت من زوجك رحمه الله أن يتزوج من امرأة ثانية، لماذا؟ حبيبي شوف، أنا تعدد الزوجات، أنا كنت مع تعدد الزوجات وما زالني مع تعدد الزوجات بصراحة، لأني مؤمنة ونعرف الشيء اللي ما قدرتش نقدمه لزوجي. عشت معاه سعيدة، عشت معاه في بحبوحة والحمد لله كان موفر لي كل شيء، ولكن أنا ما قدرتش نمد له واش تمد كل مرة لزوجها وهما الأطفال. ففي يوم من الأيام حتى لا أكون أنانية قلتها له في عدة مرات، تحب تزوج حبيبي والله نزوجك أنا، كانش حتى مشكل. طيب إذن السبب وراء طلبك منه أن يتزوج من أجل أن يرزق بالأبناء. تمام. طيب لماذا أخفيت عن زوجك نوع مرضه؟ هل تشعرين بالندم الآن؟ ربما أخطأت بحقه. لا أبدا أبدا، لأني أولا شوف كان في يعني في الأيام الأخيرة أو في الثلاث أشهر الأخيرة انت حياته، وهذا الشيء يعني به الله، لأني نعرف أنه المريض محتاج إلى كلمة طيبة، محتاج إلى أنه يعيش في أمل، محتاج إلى علاج، مش إلى العلاج. يقول لي كان يقول لي أنا ما نحبش أن كالمان، مو جو أن تريتمان، نحب يعني علاج اللي يشفيني، ما كانش على باله بمرضه. طيب. فنعرف أنه كان إنسان حساس ومن حقي خبيت عليه حتى يعني تصير الأمور كما أرادها الله. طيب أستاذة بهية راشدي، كل الشعب الجزائري يكن لك احتراما منقطع النظير متبادل، لكن في المقابل لا زالوا يصرون على التساؤل، لماذا لم ترتدي بهية راشدي الحجاب إلى يومنا هذا؟ إن شاء الله بإذن الله، ادعوا لي رمضان، ادعوا لي إن شاء الله ربي يهدينا. الكمال لله، قلت لك، ثم جمال المرأة في سترها بصراحة، لما تكون مستورة تكون أجمل. شوف برك المرأة تاعنا تاع زمان كنا نعيطوا لها اليمامة بالحيك مرمى والعجار. ربي يهدينا يا وليدي، ربي يهدينا يا رب إن شاء الله. أستاذة بهية راشدي، أنت إنسانة ذات عقل يمكن القول بين قوسين رزينة لدرجة كبيرة، لكنك تحتسين 6 فناجل قهوة قبل النوم، ومعروف أن من يشرب القهوة هو شخص متوتر أو عصبي. صحيح. يعني شوف أنا نحب القهوة، ولو ما يعني ما نشربش فنجالي تاع القهوة، طاس تاع القهوة، ما يجينيش النوم. من هواة القهوة، نحب كثير كثير القهوة. 6 فناجل تعتبر خمسة ستة. كمية كبيرة جدا. صحيح صحيح صحيح. عندك أنت حل ممكن تعطيه لي باش نقص شوية قهوة؟ أستاذة بهية، القهوة منشطة. يعني أي إنسان يشرب القهوة من أجل نشاطه، من أجل ألا ينام ربما، لكنك عكس البشر. صحيح. تشربين القهوة من أجل النوم، أليس هناك تناقض؟ لا، فقط أنا امرأة استثنائية في بعض الحالات.
نحب نشرب قهوة ولا وما نشربش القهوة، وهذا الشيء سبحان الله الوالدة نتاعي هكذا تحب بزاف القهوة، فنخرجت ممكن ليها على حسب بقولها. قالت لي كنت صغيرة نشرب أنا القهوة، وفي عمري تقريبا 3 شهور 4 شهور كانت تناولني دائما مغيرفة نتاع القهوة في فمي. طيب هل الأستاذة بهي راشدي استثنائية إلا في هذه الميزة أم هناك استثناء؟ لا الحمد لله يمكننا أن نعرفها الآن من هذا المنبر. الحمد لله في بعض الحاجات الحمد لله أني متسامحة جدا، ولما نسامح إنسان معناتها نسامحه من قلبي، ولكن نعرف كيفاش ناخذ حقي. المسامح كريم نعم، ولكن مش لدرجة أنك تكون غبي أو بليد. أنا نغض النظر على حاجات كثيرة، ولكن لما يأتيني الوقت ولا يفوت تفوت حالتي صبري مش ننتقم، لأنه الانتقام مش مليح، ولكن ناخذ حقي. طيب أستاذة بهي راشدي، أعظم جائزة نلتها متى كانت؟ جائزة في خارج الجزائر. خارج الجزائر كانت في تونس. في تونس نعم في تونس مرتين. في تونس مرتين في تونس. نعم أستاذة بهي راشدي، هناك ناقد تكلم وقال بأن بهي راشدي ليست بفنانة ولا ممثلة، لكنها ظهرت عبر الممثل القدير عثمان عريوات، بماذا تردين؟ تحياتي للأستاذ. الحمد لله أنه كاين معلمين يعلمونا، منهم عثمان عريوات. وهذه كانت قناة خاصة بالمناسبة. إيه نعم. إيه نعم. هذا شوف هذا ناقد اسمه الياس، لا أدري نسيت الاسم تاعه، لكن عندي كل شيء مسجل، وكنت راح نرفع دعوة، لكن أحد الصحفيين قال لي معليش خلي هذه الخطرة خليها علي أنا. واش يقول بالحرف الواحد؟ أنا عمري ما شفت هذه المرأة ممثلة، عمرها ما قصت شعوري، ثم مملة يعني أدوارها تتشابه، وثم من الأحسن يعني تقعد في بيتها، أنا نكره هذه الممثلة، يعني بالحرف الواحد هكذا. جرحتك هذه العبارات؟ ما تجرحنيش. لماذا؟ نقول لك علاش ما جرحتنيش بليدي. أولا عندي ثقة في نفسي والحمد لله، أنا كونت نفسي بنفسي. ثم جائزة سان فرانسيسكو تاع أنت أحسن ضيف، ضيف هما ما يمدوش جائزة هكذا كبرك. جائزة الفنك الذهبي، جائزة أحسن ممثلة في تونس في مهرجان كوثر، جائزة أحسن دور ثانوي في مهرجان قرطاج الدولي، جائزة وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية. كل هذا الناس غالطين وانت اللي عندك الحق فقط. ثم أنا عندي ثقة في نفسي، أنا الجمهور أحبني من 50 سنة، جينت في آخر لحظة من عمري في آخر أيام عمري تتكلم من باب الاحترام. أعطي إذا كنت تناقد أعطيني البديل، ما هو العيب اللي فيه أنا؟ ما هو؟ نقول لك أنا ما قريتش ولا ما غضنيش الحال؟ نعم قريت، من حقي باش نقرأ، مش فقط الأشياء اللي تقال علي أنا فقط، اللي تقال عليك أنت، اللي مثلك عرضك، اللي مثلك وطنك، اللي مثلك شرفك، لازم نتدخل. إذن هذا الإنسان، هذا الإنسان لازم يروح يعاود يقرأ من جديد باش يكون ناقد. ناقد لازم يكون إنسان. إذن مثل ما اعتبرك هو بأنك ليست ممثلة، أنت أيضا تعتبرينه ليس بناقد؟ لا ممكن غلط في حقي أنا فقط، لأنه عنده بلاك شيء من وراء رأسه، ممكن يكون ناقد جيد مع الآخرين. طيب وهذا كرم تحسدين عليه أستاذة بهي راشدي. أستاذة بهي راشدي، آخر سؤال، ما هي رسالتك للفنانين والممثلين الجزائريين في الوقت الحالي؟ نتمنى لهم أولا التوفيق والنجاح، ونقول لهم يا حبيبي يا وليدي من خلال هذه القناة أنه الحياة قصيرة، لازم تحبوا بعضكم بعض. الفنان راه واعر باش يوصل، الفنان راه حياته قصيرة، لكن يموت ولا يتوفى بأعماله. لازم تترك الأعمال الجيدة، الأعمال اللي فيها رسالة، الأعمال اللي خدمتها وانت صادق،
الأعمال اللي أمضي ذهابك أو وجودك في هذا الميدان، في هذا العالم، عالم السينما، أمضيه بعرقك وبدمك حتى تبقى حي. خسارة خسارة يا وليدي، خسارة. ما كانش محبة فيما بيننا، ما كانش هذيك. أنا نفرح لما تقول لي اليوم عندنا اجتماع وعندنا لقاء مثلا في المسرح. نعم. سيدة بهير رشدي، لا زالت تربطك علاقات مع الفنانين القدامى من أبناء سنك ربما؟ نعم، الحمد لله. عثمان عريوات، محمد عجيمي. نعم نعم نعم، كاين علاقات اللي بيناتنا، علاقات يعني هي وطيدة وحميمة، ولكن كاين بعض الأشخاص اللي فرقت بيناتنا للأسف الظروف، ولكن يبقى دائما كي نشوف بعضنا بعض في مناسبات كاين احترام كبير جدا، احترام كبير. طيب أستاذة بهية رشدي، أشكرك كثيرا على شجاعتك في الرد على هذه الأسئلة. نتمنى أن لا نكون قد أحيينا جراحا قديمة. أترك لك كلمة للجمهور الجزائري ومتابعي قناة الحياة وبرنامج الصندوق الأسود. نتمنى أولا ليك أنت بمناسبة هذا المولود الصغير، هذا الحصة، هذه الحصة، وكل طاقم المشرف على هذه الحصة والأخ صفوان أيضا، النجاح والاستمرارية. والحصة الصغيرة هذه، الحصة الجديدة، هي عبارة عن مولود صغير إلى بزوان دو توي دو تو موند. لازم تعاون، لازم إذا كان شيء لازم نقوله هكذا على الهواء. فنتمنى لكم إن شاء الله النجاح حبيبي، نتمنى لكم إن شاء الله رمضان مبارك سعيد، ونتمنى للإخوة المشاهدين الكرام المزيد من الصبر والمزيد من النجاح والمزيد من وسعوا قلبكم، وسعوا قلبنا وليدي، ونحبوا بعضنا بعض. كيفانا إن شاء الله أستاذة بهية رشدي، ونحن بدورنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل لنهاية أول عدد من برنامج الصندوق الأسود، على أمل أن نلقاكم في العدد القادم مع ضيف آخر بحول الله. ننتظر تعليقاتكم، ردودكم، وحتى انتقاداتكم عبر صفحة الفيسبوك لقناة الحياة أو الانستغرام واليوتيوب. إلى ذلكم الحين، استودعكم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.